كثير مرات أمور اللي بنمر فيها هي مصاعب، ولكن نحن بتكبر فينا، وهي المشاكل اللي هي حجمها هيك بصير حجمها أكبر من الحجم الطبيعي والحقيقي لإلها، عشان هيك مننزعج، وهذا بيكون على حساب سلامنا الروحي وتقدمنا الروحي. عشان هيك الجيل اليوم شو بحكي لنا؟ شو بينفعك يا الإنسان لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ اليوم الكنيسة بوسط فردوس الصوم بتقدم إلنا الصليب المكرم حتى نستمد منه قوة وتعزية، حتى نستمر بجهادنا الروحي بفترة الصوم الأربعين المقدس. وقديش حقيقة أبنائي منستمد نحن تعزية وقوة من الصليب المكرم لما منسجد أمامه، لما بيكون الصليب مفعل بحياتنا، يعني لما كل واحد فينا بيحمل صليبه الشخصي بفرح، وبالتالي بيقدر دائما يعيش بركة الصليب، هذا الصليب اللي بيقودنا للقيامة المقدسة، بيخلينا إنه في داخلنا يكون في تعزية، في نعمة، في قوة، في بركة، لأنه الصليب بالنسبة إلنا هو ينبوع الخيرات. الصليب بالنسبة إلنا هو مجد، فرح، سلام، ولكن هذا بيجي بعد جهاد روحي اللي لازم نحن نمشي فيه بحياتنا. معنى الصليب في حياتنا كتير مهم إنه كل واحد فينا يفعله ويعيشه من خلال تحمله لكل المصاعب اللي بمر فيها، وهي المصاعب اللي بيجاهد من أجل إنه يتخلص منها هي على الصعيد الداخلي والخارجي، يعني على الصعيد الروحي اللي الإنسان بيجاهد حتى يتخلص من إنسانه العتيق، حتى يتغلب على شهواته، على ضعفاته، على كل إشي فيه سيء. كتير مهم إنه نحن نستمد هاي التعزية من الصليب في حربنا ضد أهوائنا، ضد إنساننا العتيق، إنسان الخطية اللي فينا، حتى نموته، حتى نقدر إن نقوم مع المسيح. وهذا هو جهادنا الروحي، كيف منا نبدل الحقد اللي فينا لمحبة، كيف منا نبدل الشهوات نبدلها لجهاد روحي اللي فيه منتعفف، كيف منا الغضب نحوله لسلام، كيف كل الرذائل اللي موجودة كل واحد فينا كيف منا نجاهد حتى نتخلص منها. هذا هو سعي الإنسان المسيحي بحمله لصليبه وبجهاده الروحي حتى يتخلص من كل هاي الأشياء اللي بيشوفها سيئة، وعشان هيك بيروح لسر الاعتراف حتى يعترف فيها ويتوب عنها حتى ربنا يغفر له خطاياه ويخليه يكون من الداخل نقي، لأنه كتير مهم إن نوصل لنقاء القلب والضمير. كتير مهم ضميرنا، فكرنا، قلبنا يكون بنقاء، لأنه طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله، لأنه هذا هو هدف حياتنا، إنه نحن من نلتقي مع الله، من نعاين الله، ولكن حتى نقدر إنه نعاين الله والله يسكن فينا علينا إنه نحن نهيئ ذهننا وقلبنا حتى يكون مسكن لله، وهذا بيكون من خلال التوبة، من خلال النقاء اللي نحن دائما بنسعى حتى نتنقى، وهذا بيساعدنا كثير صلاة يسوع: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. قديش مهم هاي الأسلحة الروحية اللي بتعطينا إياها الكنيسة، واليوم اللي بتعطينا الصليب
حتى نقدر إنه نفعلها في حياتنا، حتى نقدر إنه نتغلب على إنساننا العتيق ويولد الجديد اللي هو على صورة الله. هيك بيكون كل واحد فينا حامل للمسيح. من جهة تانية كمان متاعب الحياة، كل إنسان بمر بضيقات عديدة من خلال القريب، من خلال الأسرة، من خلال المجتمع، من خلال العمل، من خلال أمور عديدة الموجودة حوالينا في الدنيا. هون كتير مهم أبنائي إنه ننتبه لشيء، إنه نعطيها القيمة الحقيقية. معناته إنجيل اليوم بضع كل واحد فينا أمام مسؤولية كبيرة، إنه يعرف كيف بده يحط الأولويات بحياته. معناته أول شيء في حياتنا هو نفسنا، خلاصنا، هذا الأهم، لأنه هون نحن منتصل بالأبدية. وبعدين بتيجي الأمور الثانية اللي منرتبها بحياتنا، وإذا قدرنا إنه يكون الأول فينا خلاصنا، يعني هدف حياتنا هو الخلاص، وحطين في قلبنا إنه النفس هي أهم شيء أن تخلص، وقتها النعمة الإلهية بتعطينا المقدرة إنه نشوف كل شيء بحجمه الحقيقي حتى ما نتضرر روحياً. وهيك منقدر نعالج أمورنا بتعزية، بسلام، بفرح، ونحن كل واحد حاملين الصليب ومؤمنين بصلاح الله. وهون كتير مهم إنه نأخذ موقف نحن كمسيحيين من الحياة، ما يكون موقفنا من الحياة هو موقف دنيوي، لأنه معناته وقتها منخسر هويتنا الروحية السماوية المسيحية. ولكن لازم ننتبه إنه يكون المعيار والمقياس اللي إلنا هو الروح السماوي، فبالتالي الأبدي اللي هو خلاصنا. عشان هيك إنجيل اليوم بوضعنا أمام هاي الحقيقة، شو بنفعك يا الإنسان لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟